السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الثالث الابتدائي كونكت 3. النهاردة إن شاء الله هندي ملخص لليونت بتاع I feel happy. اليونت مليان معلومات، المعلومات دي في منها معلومات ثقافية مفروض إن احنا نعرفها، وفي معلومات تانية المفروض إن احنا هنتسأل عليها في الامتحان أو هيجي عنها أسئلة، فدي المفروض إن احنا نركز عليها. يلا بينا نبدأ بالجمل المهمة في اليونت. هنا انا لما الاقي حد تعبان قدامي او حد عطشان او حد جعان، فانا هساله how do you feel، كيف تشعر. how do you feel معناها ايه؟ كيف تشعر. فانا هنا بسال هانا، هقول لها how do you feel Hana، how do you feel Hana، هتقول لي I feel excited. اكيد عندها خبر مفرح. كلمة excited يعني ايه حبايبي؟ يعني سعيد جدا، يعني متحمس، يعني اكتر من هابي بشوية. طيب واحد تاني بقول له how do you feel، قال لي it is hot، I feel thirsty. طبيعي يا جماعة لما يبقى الدنيا حر I feel thirsty، ولما I feel thirsty I drink water، لما اشعر بالعطش يبقى انا اشرب ايه؟ ماء. طيب I feel hungry، اشعر بالايه؟ بالجوع. يعني ايه اشعر بالجوع؟ يعني I want to eat، انا عايز اكل. فهنا راح صاحبه اقترح عليه قال له let's go to the kitchen، يلا بينا على المطبخ. I can make you a sandwich، انا اقدر اعمل لك sandwich. Thank you، شكرا. You are very kind، انت طيب جدا. طيب كلمة feel دي حبايبي بتيجي من غير اس بعد I، يبقى ناخد بالنا الا لما يكون في هنا I اجيب feel من غير اس في الاخر، انما لو انا عندي هي او شي اجيب الفعل اخره ايه؟ برافو عليك، واجيب في feel كلمة حرف اس في الاخر. هي او شي feels angry، هي تشعر بالغضب. طيب دي كده يا حبايبي اهم الايه؟ الكلمات اللي جات في المشاعر excited، thirsty، hungry، kind، angry، thirsty، ماشي؟ الحاجات دي سهلة جدا. من المهم حبايبي ان احنا نيجي نحفظ الولاد الكلمات نقرأ له الكلمات الاول في وسط موضوع او في وسط قصة او في وسط جمل، عشان ده بيخلي الطفل عارف السياق، يعني عارف الكلمة دي ايه قصتها ايه حكايتها، بعد كده ما يجي يحفظها هيبقى سهل عليه، غير لما ياخد كلمات كده يا جماعة فين في الهوا، اقعد احفظ في كلمات كلمات كلمات، طب فين العلاقة بين الكلمات؟ طب احنا عايزين نعمل جملة، طيب الجملة دي جملة مع جملة هتعمل قصة، يبقى من الاول انا هقرأ القصة وبعدين اطلع منها المفردات اللي المفروض الولد يحفظها. طيب يا حبايبي احنا دلوقتي هنتكلم عن الهيلثي لايف ستايل او نظام الحياة الصحي. طيب اول حاجة المفروض نعملها sleep for 8 hours، ان احنا ننام لمدة 8 ساعات. النوم بيريح الجسم ويزيد نشاطه، يديني طاقة في اليوم التاني اكمل شغل. طب لو انا نمت 4 ساعات يبقى ده هيلثي ولا unhealthy؟ unhealthy، غير صحي. كمان ان احنا ناكل ايه؟ eat fruit، ناكل fruit، وكمان ناكل vegetables. ايه ال vegetables دي؟ vegetables اللي هي الخضروات. يبقى هناكل ايه؟ هناكل فاكهة وخضروات. الفاكهة والخضروات، الفاكهة زي ايه؟ عندنا بانانا، عندنا grapes، ايه الجريبس ده؟ العنب، وابل، عندنا التفاح، وعندنا strawberry، الفراولة. تمام؟ كمان نشرب مية كفاية، drink water، drink water، المية بتنظف على طول الجسم والمعدة وتخلي الدورة الدموية نشيطة وتخلي الجسم يستفاد بالغذاء اللي داخله. walk to school، ان احنا نتمشى للمدرسة، مفيش داعي لو المدرسة قريبة ان احنا نركب، don't go by bus، يبقى هنا ايه؟ don't go by car، ما تركبش عربية لو ايه؟ don't go by car، ما تركبش عربية لو المدرسة قريبة، يبقى walk to school، عشان المشي ده بيخليك healthy، يخليك صحي. كمان play sports، انك تلعب رياضة، لان في اولاد بيعملوا ايه؟ على طول بيلعبوا فيديو جيمز ويلعبوا البورد جيمز، دي هنتكلم عنها من شوية، والالعاب ديت
بتخلي الجسم على طول كسلان لان ما فيهاش حركة، كلها بتعملها وانت قاعد. بعد كده اكسرسايز، ان احنا نتمرن برضو، دي داخله في الايه، في السبورتس، ان احنا نخرج يا حبايبي، جو اوتسايد، ان احنا ايه، نخرج وجسمنا يشوف الشمس ونشم هوا. ده كل دوت الهيلثي لايف ستايل. لو انا عايز ابقى هيلثي اعمل كل الكلام ده كله. طيب بالنسبه للان هيلثي لايف ستايل، لو انا بقى نظام حياتي غير صحي، نظام حياتي غير صحي، يبقى انا بنام سليب فور 4 hours، انام لمدة، هنا الفور دي معناها لمدة 4 hours، 4 ساعات، بدل المية بشرب كولا، بشرب بيبسي وجانك فودز والحاجات اللي هي المياه الغازية والاكل اللي هو من الشارع والحاجات دي كلها، بلاي بورد جيمز، نلعب العاب زي السلم والتعبان كده، او فيديو جيمز على طول ماسكين الاتاري والحاجات الغريبة ديت اللي بتخلي العيال ايه، على طول قاعدة لوحدها. ها واتش تلفزيون، يعني ايه واتش تلفزيون؟ مشاهدة التلفاز، ده برضو بيخليني قاعد ومش بتفاعل مع اللي حواليا لفترة طويلة. طيب بص كده الاس اي او ان، جن واتش تلفزيون. طيب الاكل كمان الغير صحي، الانهيلثي ايه؟ الانهيلثي فود زي ايه؟ زي تشوكلت كيك، كعكة الشوكولاتة، البيتزا، الايس كريم، البرجر، الهوت دوغ اللي هو السجق، البرجر، كل يا جماعة اللحوم المصنعة مؤذية للجسم، الجيلاتي، كل الحاجات الساقعة مؤذية للجسم، البيتزا، المعجنات لانها بتأذي المعدة، الشوكلت كيك برضو داخلة فيه المعجنات وفيها سكر كتير بيأذي الجسم، كل الحاجات دي حبايبي unhealthy المفروض ان احنا نبعد عنها. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي من اول يونت اتكلمنا على ايه حبايبي؟ اتكلمنا عن ازاي اوصف مشاعر واحد، how do you feel، او اتكلم عن مشاعري ازاي بشعر، I feel excited، I feel thirsty، I feel hungry، ماشي، he feels angry، وقلنا ان مع I بجيب feel من غير S، انما مع he وشي بحط feel S في الاخر. اتكلمنا على اللايف ستايل الهيلثي، نظام الحياة اللي هو الصحي، واتكلمنا كمان عن نظام الحياة الغير صحي. بيخلص اليونت على مجموعة من الفونكس، مجموعة من الصوتيات. في حرفين جنب بعض يا حبايبي بيدوا حرف مد، زي حرف المد الياء اللي عندنا كده، اي كده، ممكن اجيب المد ده من الاي والاي ورا بعض، او الاي والاي ورا بعض. وبرده بنقول ان دي مش قاعده ثابته يا جماعه، دي مش قاعده ثابته، فيها بعض الاستثناءات، فاحنا هنقول للولاد مش كل الكلمات بينطبق عليها الكلام ده، او على الاقل يعرف الكلمات دي بس هي اللي بتتنطق بالشكل ده. مثلا عندي كلمه فيل، بي، سليب، جرين، ميت. ميت يعني ايه حبايبي؟ معناها يقابل. جرين اخضر، سليب ينام، بي نحلة، فيل يشعر. طيب برضو الاي والاي يدونا نفس الصوت. كلمة ليف يعني ايه؟ ليف يعني ورقة شجر. كلين ينظف. طيب ميت لحم. ايه ده يا ميس، انت مش لسه قايله ميت هنا؟ بس دي باتنين اي، انما دي بالاي والاي، دي لحم. طيب كلمة ايد معناها ياكل، برافو عليك. كلمة تيم فريق. طيب هو مجمع لنا الكلمات دي، مدخل معظمها في ايه، في جمل. فمثلا بيقول لي هنا I play with my team، انا العب مع ايه، مع فريق. جايب هنا كلمة تيم. The bee هنا برضو في ايه، مد، is on، على the green leaf، على ورقة الشجرة الخضر. ها I clean، انا انظف، the playground، انا بنظف ايه، الملعب. ودي كانت الجمل اللي فيها الكلمات اللي فيها الصوت الطويل او صوت المد بالايه، بالياء او الاي اي او والاي اي ورا بعض. بعد كده في سؤالين مهمين جدا جايين اخر اليونت. لو انا بتكلم عن الميجر، ايه الميجر ده يا جماعه؟ القياس. انا عايزه اقيس طول حد،
خلاص ميجر يعني قيس. فلو انا اللي هقيسه ده شخص عايز اعرف طوله فهقول how tall is he. انما لو انا عندي pencil مثلا او اي حاجة غير عاقل فانا هستعمل how long. يبقى how tall is he هو طوله قد ايه؟ هقول he is 124 centimeters tall، يعني هو طوله 124 سنتيمتر. طب how long is it؟ ده بقى طوله قد ايه؟ فبنقول it is 4.2 centimeters long، يعني 4.2 من عشرة سنتي. كان في الكتاب جايب لنا صورة كده وبيشاور لنا على الصباع، خلاص كان الصباع ده اللي هو ده يا حبايب، الصباع ده بيقول عليه ايه؟ ثم صباع الابهام، ثم الابهام. عندي البي يا حبايبي اللي في الاخر دي ساين، احفظي كده الام بعدها البي اللي هي عصايتها فوق دي ما بنطقهاش، انما لو عندي ام فيها بي اللي هي عصايتها لتحت هنطقها عادي. زي مثلا خد الكلمتين دول، كلمة لام يعني خروف صغير اللي هو الحمل، وكلمة لمب يعني لمبة. فهلاقي ان البي هنا اتنطقت، انما البي هنا ايه حبايبي؟ سايلنت. طيب ليه بقى عايزين نعرف؟ خلقة ربنا. هنا بنقول ايه؟ there are 10 millimeters in a centimeter. ال في 10 ملي متر in a centimeter. تعالوا انا هقول لكم على حاجة لطيفة جدا. لو احنا كده جبنا للولاد مسطرة، نبص كده على المسطرة، هبص هنا ما بين ال 11 وال 12 ده كده يا حبايبي سنتيمتر، ده 1 سنتيمتر، ده سنتيمتر واحد. طب الشرط الصغيرة اللي جوه دي اسمها مليمتر، مليمتر او مليمتر. يبقى السنتيمتر اللي واحد فيه كم شرطة من الصغيرين دول؟ 10. فاحنا في معلومة طلعنا بيها، بيقول لك ان there are، يوجد 10 مليمتر in a centimeter، يعني سنتيمتر الواحد equal 10 مليمتر، بيساوي 10 مليمتر. طبعا احنا كده خلصنا ملخص لي ان شاء الله كده الوحدة الاولى. هنحل اسئلة مجمعة كتيرة باذن الله بس في الجزء الثاني من الحلقة دي من الفيديو ده. تابعوني ان شاء الله، هنزل لكم الجزء الثاني عليه جمل رتب وانا سكرامبل ورتب الحروف ورتب الجمل، وفي عندنا كمان السؤال بتاع الماتش لان ده مهم جدا. ان شاء الله نخلص الحاجات دي كلها. استنوني في الفيديو الجاي. كان معاكم فاطمة البنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.